الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. هل رأيت شيعيا يترك مذهبه ويصير إلى مذاهب أخرى قناعة؟ مرة مصالح دنيوية ممكن، مرة خوف، مرة عناد. لا، كلامنا ليس عن تلك الأسباب. يترك مذهبه ويذهب إلى مذاهب أخرى قناعة. لا تجد. لو وجدت حالة أندر من النادر، لماذا هذا الشيء لا يحصل؟ إحدى أهم الأسباب عدم وجود فراغ عنده في مجال العقيدة. يترك أئمته، يختار أي أئمة، إذا ترك أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هل يجد مثلهم؟ الشيعي الذي عنده شيء من الثقافة الشيعية، لا أقول ثقافة عالية، لا، شيء من الثقافة الشيعية، يترك أمير المؤمنين يختار من؟ يجد مثل أمير المؤمنين؟ هكذا إمام في تاريخ البشر كان؟ ما الذي يريد من إمامه؟ ما المواصفات التي يشترطها في إمامه؟ أي شخص، هذه المواصفات موجودة في شخص آخر أعلى من أمير المؤمنين؟ ما الذي يريد؟ يريد العلم، إحدى شروط العلم. تجد غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تاريخ البشر كله شخصا آخر ما سئل عن أي مسألة في أي بعد في أي علم إلا وأجاب، تجد مثل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟
في أي علم، ما حار في جواب أي سؤال. ناهيك عن مستوى الجواب العالي جدا عند أهل البيت، لا، كان عنده جواب، جواب صحيح عنده. المستوى أتركه أصلا الآن، هكذا علم أين تجد؟ الإمام يلزم أن يكون زاهدا في الدنيا، تجد مثل زهد أمير المؤمنين؟ تجد في التاريخ كل حاكم حكم نصف الكرة، نصف الكرة الأرضية، لا أقول ما شبع من خبز بور، خبز حنطة، ما ذاق خبز حنطة وهو حاكم على نصف الكرة الأرضية، ما كان عنده من الطعام إلا وجبته فقط، إذا تصدق بوجبته بقي جائعا. في كل التاريخ تجد هكذا حاكم، هكذا الزهد. ذاك الفقيه الشاعر يقول: فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما؟ من شايف حاكم في الكوخ؟ فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما قد أرقته حشاشة سغباء؟ أو هل عرفتم حاكما يطوي على جوع ليأكل قوته الفقراء؟ أو هل سمعتم أن مسؤولا كسته قطيفة وله الفلاة فناء؟ أو من يواسي المسلمين فلا يحيف به العطاء ولا يجور قضاء إلا عليا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا عليا من تعالى قدره وتقدست بسمائه الأسماء. اللهم صل على محمد. تشترط في إمامك أي شرط؟ تشترط الشجاعة، هذه إحدى الشرائط الأساسية في الأنبياء والأئمة. تجد مثل شجاعة أمير المؤمنين؟ بإجماع المؤرخين، بإجماع المؤرخين ما وجدت شجاعة مثل شجاعة أمير المؤمنين. طبعا حسب عقيدتنا طبق الرواية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بنفس المستوى من الشجاعة، أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلهم بنفس المستوى من الشجاعة، ولكن المظهر الذي يراه الناس مثل شجاعة أمير المؤمنين تجد؟ تترك أمير المؤمنين تذهب إلى أي شجاعة؟ عندك شجاعة مثل أمير المؤمنين؟ في قوة البعض لعله يشترط هكذا الشروط إجمالا، في قوة الجسم والنفس، في قوة الجسم والنفس. من مثل أمير المؤمنين؟ تعرفون شخص آخر قالع باب خيبر مثل هذه الحركة؟ قالع باب خيبر، باب خيبر ذاك الباب الضخم طويل العريض السميك، من الصخر، قطعة واحدة من الصخر من الجبل، لا أصلا أفرضه ليس من الصخر، أفرضه من شيء آخر، لو كان من شيء آخر ما كان يتمكن أحد أن يحركه، هكذا باب الضخم، باب خيبر لو صنعت من السعف ما يحركون الرجال وما يخف، لكن من الصخر شال الأمير 40 ذراع من خلف حذف.
الإمام يلزم أن يكون متواضعاً، الإمام يلزم أن يكون مرناً مع الناس، الإمام يلزم أن يكون عفواً، الإمام يلزم أن يكون جواداً، الإمام يلزم أن يكون كريم النفس. أي شرط اشترط مثل أمير المؤمنين تجد إماماً في أي صفة من الصفات الحسنة. خلاصة أمير المؤمنين هو هذين البيتين، هذان البيتان: ما لف في خرق القوابل مثله، بل لا تدانيه الكرام السجد. ابن لفاطم، ابن فاطمة بنت أسد، ابن لفاطم لا نظير له غدا إلا ابن آمنة النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عدم وجود فراغ في مجال العقيدة عنده، ما عنده فراغ. القلب الذي لا يوجد فيه فراغ، القلب الذي ملأه شيء حسن، يتمكن الشيطان أن يدخل إلى هذا القلب؟ لا. هذا إحدى أسباب، إحدى أهم الأسباب لعدم انحراف أتباع أمير المؤمنين، إحدى أهم الأسباب هذا عدم وجود فراغ في مجال العقيدة، ما عنده فراغ. كلامنا ليس عن الجانب المرتبط بالعقيدة هذا كمدخل فقط، كلامنا عن الفراغ الأخلاقي، الفراغ الفكري، الفراغ النفسي، العياذ بالله الفراغ الروحي. تريد لنفسك، لأولادك، لأحفادك، لأحبابك، لأصدقائك، لمن حولك، تريد أن لا يحصل انحراف. كلامنا ليس عن المجال العقيدي طبعا، مجال العقيدة مجال ثاني. تريد أن لا يحصل لك انحراف، لك، لأهلك، لمن حولك، املأ الفراغ في النفس، في الفكر، في القلب، املأ الفراغ بشيء حسن، وإلا فراغ لا يوجد فيه شيء حسن، ما الذي يملأه؟ شيء سيء. ما ملأته بماء نظيف، ما أجلكم الله، أجلكم الله وسخي أتي ويملأ. هنا ملاحظة مهمة للغاية، جدا 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 مهمة، وهي أن وجود ملء بالشيء الحسن لا يكفي. هذا شيء حسن، هذا ضروري، ولكنه لا يكفي، هناك شرط. ملأت المكان بشيء حسن هذا يكفي؟ لا، ممكن فيروس يدخل. املأ المكان بشيء نظيف يكفي؟ هذا لا، الفيروس يدخل في شيء نظيف يجعله وسخا. إنما تحتاج إلى ملء الشيء بمادة نظيفة، وتحتاج إلى وجود مضاد فيروسات، هذا الذي نسميه في الدين بالبراءة. البراءة ما هي؟ مضاد فيروسات. هذا في مجال العقيدة طبعا، البراءة، وكلامنا أساساً ليس عن العقيدة. أنت املأ المكان بشيء نظيف مع عدم وجود مضادات لفيروسات، فيروس يدخل يجعل النظيف غير نظيف، ضاراً. نعم، يكفي أن يحب الشخص، هذا في مجال العقيدة طبعاً،
أن يحب الشخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفقط هذا المقدار؟ لا، إذا ما عنده مضاد فيروسات في حبه الشيطان يدخل يقول له نعم أنت أحب أمير المؤمنين وأحب فلانا من أعداء أمير المؤمنين، فلانا من أئمة النفاق. يكفي أن الشخص يعتقد أن الله عز وجل إله؟ لا يكفي، يلزم أن يعتقد أن لا إله غيره، وإلا الشخص يعتقد أن الله إله لا بأس، الشيطان يدخل إلى قلبه يقول له نعم الشيطان إله ولكن فلان أيضا إله، يكون مشركا والعياذ بالله تعالى. إن لم يكن ملأت المكان بشيء حسن، ولكن إن لم تكن هناك مضادات فيروسات الشيء حسن أيضا قد ينقلب إلى أسوأ شيء، فيروس يدخل. هذا في مجال العقيدة، بعيدا عن العقيدة في مجال الأخلاق، في الفراغات النفسية، في الفراغات الفكرية، في الفراغ الروحي، يكفي أن تملأ المكان بشيء حسن؟ لا، يلزم أن تكون هناك مضادات أيضا للشيء السيء حتى لا ينجرف، لأن الباطل يدخل إلى عقول الناس وإلى قلوب الناس وإلى نفوس الناس من منطلق أنه نعم الذي عندك حسن، ولكن هذا أيضا يخرب. المجال الأخلاقي، المجال الفكري، المجال النفسي، والأهم المجال الروحي. ملء الفراغات، هذا موضوع لا يسعني أن أتحدث فيه تفصيلا، أذكر لكم فقط أمثلة، كل مثال باب. أولا، النفس فيها فراغ مطلب نفسي، في نفس كل إنسان هذا الفراغ يحتاج إلى ملء. ما هو هذا الفراغ؟ فراغ في الأسوة، كل إنسان يحتاج إلى أسوة، نفسه تبحث عن أسوة، نتوسع، نفسه تبحث عن عظماء. عظماء البشر سادة خلق الله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك أن كل العظمة في الخلق تنتهي إليهم، إنما يبقى في النفس فراغ، تحتاج إلى عظيم، تحتاج إلى شخصية، تحتاج إلى من تعظمه، ممن رأيته، ممن يحضر، ممن هو موجود في زمنك. إن لم يملأ هذا الفراغ في نفسك، في نفس أولادك، تأتي شخصيات مكذوبة، شخصيات صنعها الإعلام الكاذب، تلك الشخصيات تملأ القلوب. فلان لاعب، يا ريت لاعب زين، زين يعني أخلاقه زينة، لاعب أقل ما يقال فيه أنه تافه، إن لم يكن فاسدا وإن لم يكن مفسدا، وعادة مفسد، إن لم يكن مفسد عادة فاسد، إن لم يكن مفسدا إن لم يكن فاسدا أقل ما يقال فيه أنه تافه. هذا التافه يملأ قلبك، يملأ قلب ابنك. ممثل، ممثل حسن الدين، حسن الدين، حسن الأخلاق، لا هذا زين، ممثل أقل ما يقال فيه أنه تافه، أقل ما يقال، إن لم يكن مفسدا إن لم يكن فاسدا، وعادة مفسد وإلا فهو فاسد. لنفرض ليس مفسدا وليس فاسدا، أقل ما يقال فيه ما هو؟ تافه، لا أخلاق، لا ديانة عدلة. هذا الممثل يملأ. إعلام، الإعلام لا يضخم ممثلا متدينا خلوقا، هذه النماذج حقيقية في حياتنا أم لا؟
لا أسوأ من هذا، شخصيات مجرمون سفك للدماء، سفاك سفاك، الإعلام يضخمه يضخمه تضخيما دينيا تضخيما سياسيا تضخيم تضخيم. هذا العظيم المجرم الذي صنعه الإعلام عظيما يدخل في قلوب الناس. نعرف أمثلة أم لا؟ أذكر أمثلة أم لا؟ لا أحتاج أن أذكر أمثلة من أشكال مختلفة في بلاد مختلفة، مجرمون سيطروا على قلوب عدد كبير من الناس. نعم نعم. لماذا؟ لأن الفراغ ما ملئ بشيء صحيح، بشخصية صحيحة، بنماذج حقيقية، نماذج متدينة خلوقة، نماذج فيها مواصفات إنسانية. هذا النماذج ما ملأت، من يملأ تلك النماذج؟ مثال آخر، الفراغ في الوقت، هذا الذي تقريبا 99% من الناس عندهم. كم هي نسبة الناس التي أوقاتهم كلها مليئة بأشياء حسنة؟ قلة قليلة، خصوصا خصوصا الشباب. الشباب عندهم طبيعة وضعهم العمري يعني عندهم فراغ أكبر. الفراغ إذا لم يملأ بمثلا دورات إيمانية وأمثالها، أي شيء حسن، دورات علمية، العلم النافع، أمثال ذلك، إذا لم يملأ الفراغ يملأ بماذا؟ الفراغ في الوقت. يملأ في أفضل الفروض بألعاب تافهة، هذا في أفضل الفروض إن لم تكن مفسدة. يملأ هذا الفراغ بمقاطع فيديو أقل ما يقال إنها تافهة إن لم تكن مفسدة، وكثير كثير منها مفسدة، حتى الألعاب اليوم كثير منها مفسدة. شاب غير منتبه، لا يعرف حدود القضايا لقلة خبرويته طبعا مقتضى العمر، يملأ فراغه بماذا؟ بهذه الأشياء التي على الأقل في أفضل الفروض هي تافه. هذا العمر الثمين يبذل في ماذا؟ ثالثا، المال إن لم يصرف في مجال حسن بالتأكيد سيصرف في مجال سيء كما في الروايات الشريفة. رابعا، شهر رمضان أمامنا، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك، اللحظات في شهر رمضان عظيمة. هذا الشهر، الساعات هذه إن لم تملأ ببرنامج أو برامج ترضي الله عز وجل، تقرب الإنسان إلى الله عز وجل، تملأ بماذا؟ نفس الشكل، أقل ما يقال أنها تملأ بأشياء تافهة. هذا أقل ما يقال، إن شاء الله لا يكون هناك شيء حرام إن شاء الله. بماذا يملأ هذا الفراغ؟ هذه الساعات بماذا تملأ؟ شهر رمضان كيف يمضيه الإنسان إن لم تكن هناك برامج؟ القضية تحتاج إلى برمجة، مني منك، لأنفسنا لغيرنا. أولا لأنفسنا، أنا عمري لا يضيع، ساعات شهر رمضان لا تضيع، وقد جربنا في السنوات الماضية، أكثرنا جرب آخر شهر رمضان الإنسان يتحسف ويتأسف. هذا الشهر العظيم يحتاج إلى ملء فراغ هذه الساعات. ما ملأت الفراغ، الشيطان عند برنامج جاهز، لا مئات آلاف ملايين البرامج الجاهزة موجودة ومؤثرة
وجربنا في السنوات السابقة أقل ما يقال فيها أنها تافهة. إتلاف عمر يعني، يعني هذه الساعات الثمينة راحت هدر بعضها. أختم كلامي بحديث شريف قصير، جملة واحدة من روائع المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول صلوات الله عليه: خلو القلب من التقوى يملأه من فتن الدنيا. كم الكلمة جميلة، تقوى، خلو القلب من التقوى، هذا الذي يملأ القلب يلزم أن يكون التقوى. التقوى ليس حب الخير فقط بدون مضادات، التقوى معناه وجود مضادات، مضادات للفساد، مضادات للسيء، هذا التقوى. التقوى الاجتناب، الحذر، هذا التقوى. القلب إذا خلا من التقوى، العبارة جدا جميلة، مبتدأ خبر، لا أن هذا سينتهي إلى ذاك، لا، هذا هو ذاك، مبتدأ الخبر هذا. خلو القلب من التقوى هو هذا الخلو يملأه من فتن الدنيا. على أبواب شهر رمضان، ونحن اليوم في آخر جمعة من شعبان، اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. نسأل الله سبحانه وتعالى لولي نعمتنا تعجيل الفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان هذا شهرا مباركا مليئا بالبركات بالتوفيقات، مليئا برضا الرحمن عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك وقتا وساعاته ساعاتا لجلب مرضات الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.